اهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتكم كروشيه بيروت. يوم زقلرات بدنا نكمل الحرام يلي بلشنا فيه بالجزء الاول. طبعا ضل عنا الاطراف بدنا نشتغلها، لهيك مباشره بدنا نجي من الزاويه ونبلش نثبت الخيطان من اول وجديد. بهالشكل هيدا، لانه بدي ارجع ارتفع 3 قطب سنسال واشتغل صدفي بالزاوية. هاي 3 سناسل بدي اشتغل عمودين ببرم. كمان قطبتين سنسال وثلاثة عمود ببرم بنفس المكان. بعد قطبة الصدفة بدنا نقفي قطبتين من الأسفل نشتغل برقم 3. بدنا نعمل عمود ببرمة، قطبتين سنسال، كمان عمود ببرمة بنفس المكان. ليتكون عنا قطبة V وبدنا نكررها، نرجع بنقفي قطبتين وبالتالتة نشتغل قطبة الفي. بنقفي يعني بنعمل سكيب لقطبتين. برقم 3 بنشتغل عمود ببرمة، قطبتين سنسال وعمود ببرمة. بدنا نكرر قطبة الفي لنهاية السطر، وبالزاوية بنرجع بنكرر قطبة الصدفة يلي هي مكونة من 3 عمود ببرمة، قطبتين سنسال، 3 عمود ببرمة. يعني الأربع زوايا رح بيكونوا قطبة الصدفة، والأربع اتجاهات تعيته للمربع أو الجهات بده يتكون قطبة الفي. خلصت محيط الحرام كله، وصلت عند آخر قطبة، برجع بعمل قطبة منزلقة ببداية الحرام عند أول 3 قطب سنسال بلشنا فيهم. في عنا هون قطبتين بدي امشيهم منزلقة كمان. بدي ارجع اعمل منزلقة لفوت بوسط قطبة الصدفة. نرتفع 3 قطب سنسال من جديد وبنكرر عمل الصدفة. عمود ببرمة، كمان عمود ببرمة، قطبتين سنسال وثلاثة عمود ببرمة. بيتكون عنا أول زاوية بالسطر الثاني. برجع بشتغل قطبة سنسال وبنبلش نشتغل داخل قطب الفي. هيدول كلهم اتفقنا انه اسمهم قطب في. بدي فوت بداخل أول قطبة واشتغل 3 عمود ببرمة بداخلها. هاي أول عمود، والثاني، والثالث. كمان قطبة سنسال وبكرر بتاني قطبة نفس الطريقة. كمان 3 عمود ببرمة داخل قطبة الفي. قطبة سنسال، بستمر هيك لنهاية السطر بهالطريقة. كمان بنهاية السطر بنرجع بنعمل قطبة الصدفة بالزاوية وبنكرر كل السطر بنفس الشكل. يعني 3 عمود ببرمة وقطبة سنسال، بنهايته بلاقي زاوية بشتغلها، كمان السطر الثاني والثالث والرابع لخلص كل المحيط مثل ما عملنا بالسطر رقم 1. هيك بيكون شكله السطر رقم 2. بنكمل السطر وبرجع لكم. خلصت السطر رقم 2 وصلت لنهايته. اخر شي بعمل قطبة سنسال لكمل القطبة،
وفوت بتالت قطبة سنسال يلي بلشت فيها السطر لأعمل منزلقة لين ختم السطر. كمان القطب يلي حدها ويلي بعدها كمان بدي أعمله منزلقة لحديت ما وصل للفراغ، يعني مثل السطر السابق. بدنا نرجع نرتفع 3 قطب سنسال ونعمل قطبة الصدفة لنبلش بالسطر رقم 3. عملت قطبة الصدفة بدي ارجع بلش من جديد اعمل قطبة سنسال، نجي هون بالفراغ نكرر السطر يلي قبله، يعني هيدا السطر 3 عمود وقطبة سنسال هو نفسه رح بنكرره، بس العواميد رح بيكونوا بالفراغ. هاي 3 عمود ببرمي بالفراغ لا ياخدوا هالشكل. نرجع بنعمل قطبة سنسال بالفراغ يلي بعده كمان 3 عمود ببرمي. بدي كرر بنفس الطريقة لأوصل لنهاية السطر، كمان الزوايا بدها تكون عبارة عن صدفات وكل السطر 3 عمود ببرمي وقطبة سنسال. كمان لنخلص كل السطر نوصل لنهايته نختم بمنزلقة ونمشي 3 قطب منزلقة لنصير بوسط الصدفة. خلصت السطر وصلت لنهايته كمان اشتغلت منزلقة، ضل عندي آخر قطبة. آخر قطبة بدي ضيف اللون الثاني، هيدا اللون. رح ناخد القطبة الأخيرة، مطلوب إنه نعمل منزلقة. بسحب بدال الخيط الغامق الزهر الغامق رح بسحب الخيطان الفاتحين لغير اللون. برجع بارتفع 3 قطب سنسال ارتفاع السطر لأنه بدي بلش اشتغل صدفي مثل الصدفي هاي، يعني 2 عمود ببرمي قطبتين سنسال 3 عمود ببرمي. بعد قطبة الصدفة بدنا نرجع نشتغل قطبة سنسال و3 عمود ببرمي بالفراغ، يعني نفس السطر السابق بدنا نكرره، بس الفرق انه تغير اللون. خلصت السطر الفاتح وختمته بمنزلقة، رجعت عملت سطر من اللون الغامق، وهلأ وصلنا لآخر سطر. آخر سطر بالحرام هي طبعا عملته بشكل زخرفي بس بسيط جدا. هلا فرجيكم القطبة اللي اشتغلتها، بس حاب اقول شغله انه اذا ما كفاكم هالعرض فيكم تكرروا بعد اسطر قد ما بدكم، مش شرط نفس اللي هي عملته نعمله، بس انا حبيت يعني انقل الشرح مثل ما هو موجود بالفيديو. بدنا نشتغل السطر الاخير، نرتفع 4 قطب سنسال، نرجع بنجي بالفراغ يلي بعده نشتغل عمود ببرمي. بدنا نبرم الخيطان على الإبرة مباشرة لنبلش نعمل عمود ببرمي على هالعمود هيدا. هاي أول عمود. بدي أرجع كرر أعمل 4 عمود ببرمي بنفس المكان. تاخد القطبة هالشكل. نرجع بنفوت بتاني فراغ نعمل قطبة حشو. بدنا نكرر نفس الطريقة لنهاية السطر. 1 2 3 4 سناسل بالفراغ عمود ببرمي. نبرم الخيطان ونبلش نعمل عمود بشكل أفقي رح يجي. نعمل حد بعد 4. بالفراغ اللي بعده
بدنا قطبة حشو. بالنهاية السطر رح بيكون هيك شكله. طبعا اذا حبيتي هالزخرف اشتغلي، ما حبيتي فيكي تعملي اي موديل بدك اياه. مثل ما قلت سابقا ممكن انه تعرضي اكتر الاطراف، ممكن تشتغلي بلون واحد بس مش لونين، يعني مثل ما انتو بتحبوا فيكو تعملوا. طبعا كل حدا حسب كيف بيحب يميز الحرام يلي إله. بس اوصل لنهاية السطر بفرجيكم كيف وصلت لعند الصدفة شو بعمل، وان شاء الله بفرجيكم كيف نختم السطر كمان. مع تكرار القطبة رح نحصل على هالشكل على الاطراف. بس حابة فرجيكم لما بوصل للصدفة التانية كيف بنكمل. بس في شغلة تذكرتها حابة قلكن عليها، لما عم نعمل اول السطر اول عمود بالخمسة هول عم حس انه العمود بيعذب بدايته، لهيك استبدلته بقطبة بريد. يلي متلي بتحس بانزعاج باول عمود ممكن تستبدليه متلي ببريد. رح ارجيكن شو بقصد منشان يكون واضح امامكم. نحن اتفقنا انه على هالعمود هيدا يلي هو هيك رح نشتغل خمسة عمود ببرمل. اول واحد رح بعمله بريد، برجع بكمل اربعة عمود ببرمل لاني حسيته شوي عم يطلع معجعج ومدري كيف موديله، لقيت هيك اسهل واسرع. ما بيفرق ابدا بالشكل، بالعكس بس اسهل بالتطبيق. لما بوصل بالاخير عند الصدفة بنزل بداخلها بعمل قطبة الحشو، نرجع بنكمل عادي كمان واحد اثنين ثلاثة اربعة سناسل، ننزل بالفراغ اللي بعده مثل لما بلشنا عمود ببرمة وبنرجع بنكرر القطبة. كررت القطبة من جميع الميلات، طلعت مثل ما شايفين بهيدا الشكل. وصلت لآخر السطر، بس حبيت فرجيكم كيف بدي اختمها. آخر السطر أي واحد اثنين ثلاثة أربعة سناسل، نجي داخل أول صدفة اشتغلنا فيها نسحب هيك الخيطان نعمل منزلقة. بس نعمل قطبة تثبيت، بنقص الخيطان ننضفهم من الخلف. هيك بنكون ختمنا الحرام بهالطريقة وخلصنا كل مراحل الشغل فيه. بس اذا حبيتوا تتعلموا المربع يلي هو دبدوب وطالع من قلبه الزهر ياريت تكتبولي بالكومنتات، بعملكم فيديو يعني منفصل لنشرح فيه هديك الطريقة. اما اذا حبيتوا للحرام كمان بكون كتير مبسوطة وسعيدة بتعليقاتكم. طبعا بدي اشكر كل الصبايا يلي شجعوني ارجع للقناة ويلي سألوا عني بغيابي من كل قلبي. وبنهاية لقائنا بدي اتمنى لكم جميعا التوفيق. الى اللقاء ان شاء الله فيديو تاني، موفقين والله معكم.